بسم الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأقدر جل جلاله وعظم سلطان. ربنا أيدنا فيما تحب وترضى، وخذ بأيدينا إلى حيث الجهاد الذي تقبله وتباركه. آمين. وأنت تعلم أعداءنا من اللؤم بمكان، خاصة منهم الكرب والصهاينة، فاللهم انزع من قلوبنا الرهبة منهم، واجعلنا لا نخاف إلا أن نعصيك يا كريم. فهم في العصاة، خاصة الكرب، عصاة بكل معنى الكلمة، عصاة في أمور المال وكسبي ونفقاتي، في أمور السلطان وعشرة السلاطين الغير مؤمنين. وكذلك هم أشأم الناس في هذا العصر المشؤوم. نسأل الله أن يهدي البعض منهم فيقوموا بدورهم الانقلابي في ديار الكرب، حتى تصبح خير الديار تسكن من طرف المسلمين، كانوا عرب أو غير عرب. نسألك اللهم كرب أن تحقق آمالنا فيك. آمين يا كريم.